وظيفه اداره ازمه الكورونا، ومن واحنا استحدثنا من فتره غرفه لاداره الاكسجين واداره من اول المخزون والتوزيع الانتاج والتوزيع لغايه الاداره الطبيه لكميات الاكسجين. النهارده قبل ما ابدا استعراض هذه المنظومه والمتابعه بتاعتها، يهمني برضو ان احنا نقول ان لليوم الثامن على التوالي في بقالنا 8 ايام الاصابات ما بين ثابته الى انها بتقل 4 ايام على التوالي. النهارده اليوم الرابع على التوالي في نقصان عدد الاصابات اليومي، وصلنا ل 1277 اصابه، ده اللي مسجل يوميا او النهارده. منظومة الأكسجين طبعا استهلاك الأكسجين، والأكسجين بقى جزء من الأدوية، يعني احنا بقينا نعتبره دواء في بروتوكول العلاج المحدث اللي صدر في نوفمبر 2020. ووضع المريض أو الإصابات المتوسطة في الأقسام الداخلية على الأكسجين بشكل علمي ومحدد بيحسن كتير الحمد لله من الحالات، وده اللي خلى الموجة الثانية الوفيات فيها أقل من الموجة الأولى الحمد لله. طبعا موضوع الأكسجين ده موضوع عالمي، العالم كله عنده هذا التحدي، ولكن الحقيقة بالشركات الوطنية قدرنا أن احنا نفتح شركات كانت أغلقت في إنتاج الأكسجين زي حديد بشاي اللي بشكرهم أنهم بيمدونا حوالي 40% من احتياجات وزارة الصحة من الأكسجين. شركات وطنية زي النصر الكيماويات الوسيطة وكثير من الشركات الخاصة اللي بتشتغل معنا، واحنا بنعمل عقد اجتماع بقالنا شهرين بنجتمع كل يوم حد مع هذه الشركات عشان نتأكد من توفير الأكسجين. الجزء الثاني من توفير الأكسجين هي تنكات الأكسجين، وبرضو احنا اشتغلنا على زيادة تنكات الأكسجين وزيادة أعدادها وتوزيعها، وكمان أسندنا لرفع شبكات معظم شبكات الغازات لمراجعة كل شبكات الغازات في وزارة الصحة، والحمد لله احنا عندنا معظم الشبكات تم رفع كفاءتها على مدى السنتين اللي فاتوا. المنظومة أو إدارة النهاردة هستعرض معاكم ازاي احنا مركزيا عندنا نظام مميكن بنقدر نشوف فيه البيانات، فيه محدثة كل 6 ساعات، بنشوف كل مستشفى في كل محافظة فيها كم سرير، في كم مريض، وكم مريض في رعاية مركزة، كم مريض على تنفس صناعي، وقراية الأكسجين عندهم إيه. وده اللي احنا موجودين في السيستم ده. لو دي محافظة اسكندرية انت ممكن تعرف دلوقتي مستشفى زي حميات اسكندرية مثلا. حميات اسكندرية فيها 41 حالة داخلي، بس هي ساعة الدخل عندها 139، يعني الرقم هنا ده الساعة اللي موجودة وده اللي في البوكسات ده هو المشغول. الأكسجين دلوقتي وده محدث الساعة 8:35 دقيقة مساء اليوم 2629 على 10 حالات تنفس صناعي. وطبعا احنا عندنا التدفق بتاع الاكسجين وتوريده وملء الخزانات بيبقى بشكل يومي في احيان كثيرة. هنا مثلا مستشفى جمال عبد الناصر فيها 4 حالات بس على تنفس صناعي دلوقتي، وكمية الاكسجين فيها 14465، لان مستشفى جمال عبد الناصر المستشفيات الكبيرة عندها مخازن اكسجين عالي. خلينا نشوف محافظة زي محافظة القاهرة كده يا أشرف من فضلك. لو جبنا محافظة القاهرة انزل هتلاقي برضو المستشفيات بس كده يا أشرف. مثلا هنا مستشفى زي مستشفى تأمين صحي المقطم ديت فيها ما في فيها 6 أجهزة تنفس صناعي بس ما فيهاش ولا حالة على تنفس صناعي، فيها 24 حالة داخلي، الأكسجين فيها دلوقتي 2695. مستشفى صدر العباسية فيها 17 حالة على تنفس صناعي
دلوقتي وفيها 8500 وهكذا ممكن نستعرض. طيب في ساعات ممكن البيان يكون لو البيان اتأخر لأي سبب يبقى في جرس هنا علامة جرس بنجيبه يطلع اسم المدير وموبايله ويتم التواصل معاه إذا كان إحنا شايفين أي مشكلة في بيان المستشفى. النظام ده محدث أو محدث كل 6 ساعات البيانات فيه، بنقدر نقول إحنا هنبعت الحالة فين، ده هنا في نقص أكسجين، ده هنا في زيادة في الأكسجين، ده هنا في زي مثلا لو أنا مستشفى زي الهلال للتأمين الصحي في دمياط دلوقتي فيها جهازين تنفس صناعي وعليهم حالتين، يبقى أنا لما أجي أحول الحالات في دمياط أستبعد إن أنا أودي حالة حرجة للمستشفى دي لأنها أوريدي 100% من أجهزة التنفس الصناعي فيها مشغولة. وبالتالي ده كمان الشباب في الغرفة المركزية وغرفة المركزية في كل محافظة يقدر بالبيان ده يشوف هو هيحول الحالة الحرجة فين وإيه المكان اللي فاضي فيه أسرة. يعني لو تتذكروا مثلا لو هنا مثلا حميات دمياط فيها 6 أسرة رعاية فاضية وفيها جهازين تنفس صناعي فاضيين، يبقى أنا لو عندي حالة حرجة في دمياط مش هوديها الهلال، هوديها حميات دمياط وهكذا. سيستم طبعا ده ودمياط العام وجراحات اليوم الواحد في راس البر. السيستم ده شغالين بيه بقالنا مدة، يعني ده مش سيستم محدث، ده السيستم اللي اشتغلنا بيه في الموجة الأولى وما زلنا بنشتغل بيه. وبالتالي احنا عندنا متابعة دقيقة وبنستجيب للمستجدات. طبعا خليني من خلالكم ان انا يعني اقول لكم على برضو احد الاخبار الجديدة اللي احنا قررناها وحنعرضها بكرة وحنبدأها، وكنت لسه مع زملائي تحت بنرتب ليها، هي ان انتوا احنا كلنا عارفين ان في حالات ما بتجيش وزارة الصحة، بيبقى حالة بسيطة بيروح للدكتور في عيادته الخاصة فبيقول له انت اشتباه كورونا اقعد عزل منزلي. للأسف ان الحالات ديت اللي مش متسجلة عندنا، ودي نتيجة ان هي ما جاتش اساسا، وده في العالم كله. احنا امريكا بتقول انها بتسجل او فرنسا بتقول انها بتسجل او اللي بيجي لها حالة من كل 10 حالات، يعني 10 الحالات بس اللي بيتسجل في كل دول العالم. امريكا بتقول من 6 ل 24 ضعف اللي مكتوب الارض فيها من 6 ل 24 ضعف، ده العالم كله بيقول كده وده في الوبائيات كلها كده. احنا قلنا احنا عايزين نوصل للناس دي، فعملنا مبادرة تحت مبادرة 100 مليون صحة. المبادرة دي لمتابعة حالات العزل المنزلي، هتتوزع على الوحدات الصحية اللي في الاحياء وفي القرى وفي النجوع، عندنا 5400 وحدة صحية اللي شغالين مبادرات 100 مليون صحة، مبادرات رئيس الجمهورية كلها. الشباب دول بالتبات بحاجة اسمها بلس أوكسيمتر، ده اللي بيقيس نسبة تشبع الأكسجين بترمومتر، هيعدوا في الحي على كل البيوت اللي فيها مواطن عنده كورونا بس حالة بسيطة وفي عزل منزلي. احنا كنا بنتابع العزل المنزلي تليفونياً، ولو في حالة بتحتاج أي تدخل بناخدها وبنوديها المستشفى، لكن قلنا لا يصح إن احنا إيه هننزل لهم بنفسنا. الشباب هيبقوا لابسين فيستات 100 مليون صحة معاهم كل المطهرات، لابسين الوقاية ومعاهم البلس أوكسيمتر والترمومتر وبيتابعوا الحالات البسيطة. طب في حالات كبار سن أو عندهم أمراض مزمنة وهو بسيط بس أنا مش مطمنة قوي ان هو يتن كده في البيت، ممكن في اي لحظة يتعب، ده هنديله البلس اوكسيمتر في البيت، هنسلمه له الوحدة الصحية اللي في نطاق الحي اللي عايش فيه او القرية اللي عايش فيها، هتسلمه البلس اوكسيمتر ده، هتطلب منه 4 قرايات يومية، هتتسجل على التاب، الشباب اللي في الوحدة الصحية هيكلموه القراية الساعة كذا كام، اي قراية هيتبقى اقل من رقم معين هنقول له، زي مثلا
لو تشبع الاكسجين في الدم وصل لاقل من 90 كلمنا او روح مستشفى كذا، بحيث ان انا مش عايزه الحالات اللي في العزل المنزلي حتى لو ما كانتش جات لنا في الاول واحنا ما نعرفش عنها حاجه، وهو قرر ان هو لا انا مش هروح مستشفى وانا هقعد في بيتنا، ان هو برضو ابقى متاكده ان هو ما يجيليش وهو حالات تعبانه قوي. لان احنا لاحظنا ان الناس بتيجي او مش اقل من 50-60% من الوفيات بتحصل بعد وصولها المستشفى ب 24 ساعه، لانها بتيجي يعني في شكل حاد جدا وبتتدهور بسرعه جدا في البيت. فاحنا كبار السن واللي عندهم امراض مزمنه ومعايير معينه هنسلمه البالس اوكزيمتر ده، هيرجعه بعد ما يتعافى للوحده الصحيه اللي هو في نطاق الحي، وهنعمل السيستم ده او السيستم ده خلاص عملناه، هنبدا ننزل بيه من يوم الاربعاء تدريجيا في اكتر اماكن فيها اصابات، الخرائط كلها عندنا بالاحياء بالقرى اللي فيها زياده في الاصابات. خلال اسبوعين هنكون مغطين 100% من كل نقطه وكل بقعه في مصر كلها. ده اول دوله في العالم هتعمل كده. دي احد مبادرات 100 مليون صحه اللي بترعى بتغطيه من او تحت رعايه سياده الرئيس ان شاء الله، اللي هي رعايه مبادره لرعايه مصابين كورونا حالات العزل المنزلي. ايا كان الحاله دي كانت متسجله عندنا او ما تسجلتش او راح لدكتور خاص وقعد في بيتهم، احنا هنراعيه، هنروح له في الحي كل يوم، هنقيس له تشبع الاكسجين درجه الحراره، هنطمن عليه ونمشي. ولكن الحالات اللي احنا عارفين ان هي ممكن في اي لحظه تتعب فجاه هنسيب له البلس اوكسيمتر ده، وهناخد القرايات اربع مرات في اليوم، وهنوجهه لو حصل اي نقص في الاكسجين على ليفل معين هيتواصل معانا او يروح على طول لمستشفى معينه. وبكده نبقى طبعا مجهود كبير هتقوم به وزاره الصحه، ولكن في هذا النوع من الوبائيات والجوائح العالميه وزاره الصحه المصريه بتحاول انها تستجيب للمستجدات على الارض، بحيث ان احنا دايما نطلع باقل خسائر، ويكون دايما مصر يعني قائده في العالم كله في اداره ازمه كبيره زي ازمه جائحه كورونا. بشكركم، وان شاء الله احنا هنحاول يبقى اللقاء ده يومي، بحيث يبقى عندنا مستجدات، مره من غرفه العمليات، مره من غرفه عمليات الاكسجين، مره من مستشفى من احد المستشفيات، بحيث ان احنا كلنا نتشارك الارض ونقفل على بعض الناس اللي بتتكلم بشكل سلبي او باخر بدون استبيان للحقائق. احنا كلنا لما نكون مع بعض على الارض هيكون ده احسن بكتير. فانا بشكركم جميعا وان شاء الله نلتقي على طول. اتفضل يا محمد. ازاي الحالات دي هتوصل لينا وازاي هي توصل لوزاره الصحه؟ هل في اليه لوصول هذه الحالات اللي هي في الاماكن والاحياء؟ خاصه ان احنا بنتكلم عن حالات في محافظات مصر كافه، ازاي هم هيوصلوا لينا وازاي احنا نوصل لهم؟ احنا كل حي في مصر في وحده صحيه او مركز طبي، حي او قريه في 5400 وحده صحيه. الوحدة الصحية دي هي اللي عملنا منها مبادرة صحة المرأة ومبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة، ونفس الشباب اللي اشتغلوا هذه المبادرات هم كمان بالأجهزة بتاعتهم بالتبادل بكل حاجة هم اللي هيشتغلوا هذه المبادرة. أي مواطن هيتوجه هيروح للوحدة يقول إن عنده حد في عزل منزلي حتى لو ما كانش تشخص من خلالنا، تشخص من قطاع خاص أو خلافه، هنتابعه. احنا كنا بنتابع حالات العزل المنزلي الرقم يعني هات الرقم كده يا خالد بتاع حالات العزل المنزلي. احنا عندنا او تابعنا على مدى السنه دي اكتر من 250 الف حاله عزل منزلي، مش عزل منزلي، مخالطين. المخالطين كان المخالطين حوالي 1.7 مليون، وكان في مخالطين هاي ريسك كنا بنتابعهم بشكل وبنجري معاهم تليفونات يومية. لكن احنا قلنا بلاش حكاية بس التليفونات، يصح ان انا انزل لغاية عنده ده هو مصاب ويمكن يعرض
الفريق الطبي للاصابه، لا الفريق الطبي واخد كل احتياطاته. هيقيس له اهم مؤشر عندنا دلوقتي هو تشبع الاكسجين في الدم. فطول ما انا شايفه يوميا ان تشبع الاكسجين كويس انا مطمنه عليه، طالما ما عندهوش اعراض كمان بتسوء او حاجه او درجه حراره بتزيد او خلافه او اعراض تنفسيه بتزيد. ولكن حاضر يا مام، ولكن في برضو من اهالينا بيبقى حالته كويسه جدا لكن فجاه بيتدهور. ده اللي حاسب له بمواصفات معينه المرضى دول، حاسب لهم ادوات التشخيص عنده، هيحط بس البلس اوكسيمتر هيقول له تشبع الاكسجين عنده. لو وصل لاقل من 90 مثلا هيعمل ايه؟ هيكلم ال 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 الوحده الصحيه اللي في نطاقها اللي هنوديه المستشفى فورا، ونبقى عارفين من الشاشات اللي زي دي. الشاشات دي مش بس عندي، دي عند كل المحافظات، ايه المستشفى اللي فاضي فيها سرير او فاضي فيها تنفس صناعي او فاضي فيها رعايه مركزه. طيب كويس انك برضو فكرتني بحاجه. اولا دي مبادره 100 مليون صحه لمتابعه حالات العزل المنزلي، اسمها كده. من ضمن الحاجات الادوات اللي هنشتغل بيها مش بس الوحدات الصحيه، عربيات القوافل العلاجيه هتنتشر في الاحياء الاكثر اصابه واللي عارفين او القرى اللي احنا عارفين حسب الترصد الوبائي عندنا ايه اكتر محافظه، ايه اكتر قريه جوه المحافظه، ايه اكتر شارع جوه المحافظه. العربيات دي هتروح بشكل يومي في الاماكن الاكثر اصابه. ممكن النهارده المكان ده اكثر اصابه الاسبوع ده، ممكن ده يقل الاصابات فيه يبقى في مكان تاني. العربيات دي هتتحرك، هتوفر الخدمه لاي حد، هتديله الدواء، هتبعت له الدواء لغايه باب البيت. طبعا احنا في حالات العزل المنزلي المسجله عندنا احنا بنبعت لها العلاج لغايه البيت من الوحده الصحيه وبنتابعها تليفونيا. لا دلوقتي هنتابعها بنفسنا، هنتابعها بنفسنا. واحنا لسه خالد بيدينا اهو، احنا عملنا 230 الف متابعه منزليه، مش ل 230 الف عزل منزلي، لا هي 230 الف متابعه عزل متابعه لحالات عزل منزلي. لكن احنا العربيات القوافل العلاجيه هتتحرك، الوحدات الصحيه موجوده، 800 عربيه قوافل علاجيه هتتحرك في كل الاحياء اللي فيها اصابات. هنديهم الادويه، واللي على فكره لغايه هذه اللحظه عربيات القوافل العلاجيه والوحدات الصحيه كلها في علاج العزل المنزلي وعلاج المخالطين، والناس بتروح وتتردد وتاخدها. وحتى لو كان اتشخص بره منظومه وزاره الصحه بنديله الدواء وبنسجله عندنا انه خده. فاحنا حالات العزل المنزلي اللي اتشخصت في وزاره الصحه وغير وزاره الصحه على مدى 2020 وحتى هذه اللحظه بتاخد العلاج من عندنا في الوحدات والقوافل. لكن احنا كمان القوافل هندي فيها خدمه متابعه الحالات، هينزل طالما هي حاله بسيطه هيلبس الماسك وينزل، هنقيس له الاكسجين، هنطمن عليه، هيطلع. وممكن عند باب البيت الفرق بتاعت 100 مليون صحه هتعدي عليه، يطلع من باب البيت بالماسك، هنطمن عليه، نقيس له ويدخل، مش هندخل جوه البيت برضه عشان في ابعاد كتير. فاحنا هنشتغل كده. ولكن الحالات تاني اللي هي احتمال في اي لحظه يتعب فجاه بمواصفات معينه هنسيب له ادوات التشخيص وهيبقى نستردها بعد ما يتعافى باذن الله. المبادره دي هنطلقها ان شاء الله، هتبدا يوم الاربعاء بالتدريج. احنا شحنات البلس اوكسيمتر بدات تتورد، يعني قلنا مش هنستنى كل التوريدات، خلينا اللي موجود نبدا بيه في اكثر الاحياء والقرى اللي فيها اصابات، ثم نتوسع خلال اسبوعين تبقى مصر كلها متغطيه بهذه الخدمه. شكرا يا جماعه.